بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معالي دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني والهيئة العربية للتصنيع تشريف حضراتكم اليوم لافتتاح مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، حيث نحتفل بتتويج جهود وشراكة مستمرة نعتز ونشرف بها بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع الشركات العالمية لتحقيق الريادة في توطين تكنولوجيا تصنيع الطرمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، وذلك من خلال افتتاح مركز التصنيع الرقمي كيانا جديدا ينضم لمصنع المحركات للهيئة العربية للتصنيع، مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمشروعات التنموية بالدولة من الطرمبات بمختلف أنواعها والتصدير للدول الإفريقية والعربية بإذن الله، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين. تأتي تلك الخطوة ضمن خطة متكاملة ومستمرة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وتقليل الواردات من خلال تعميق القاعدة الصناعية بالهيئة تعظيما لدورها وإمكانياتها المتنوعة طبقا للأسس العلمية والفنية والاقتصادية والمعايير العالمية، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع لتوطين تكنولوجيا صناعة الطرمبات المتطورة بمختلف أنواعها محليا، فقد تم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بمصنع المحركات وخبراته المتميزة في هذا المجال على مدار سنوات طويلة لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال، حيث تم بالفعل إنتاج أنواع مختلفة من الطرمبات بقدرات وطاقات مختلفة، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والعديد من الهيئات ذات الصلة، وتم تسجيلها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنها طرمبات الرفع الرأسية المستخدمة في محطات الصرف الصناعي تحت مسمى طرمبات كليوباترا، كما أنه تم الإنتاج التجريبي للطرمبات المنشطرة المستخدمة في محطات المياه مياه الشرب. والهيئة العربية للتصنيع تستهدف بتأسيس مركز التصنيع الرقمي توطين تكنولوجيا صناعة الطرمبات بكافة الأنواع والاستخدامات بالكامل في مصر وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية وبنسب مكون محلي تصل إلى 78% وبمعدلات إنتاج 200 طرمبة شهريا تحت شعار صنع في مصر، كما نستهدف بهذا التحديث تنفيذ خطة الدولة بشأن الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكافة مشروعات الإسكان والتعمير والتنمية الشاملة بمصر. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان للسيد معالي الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادته المستمر ومتابعته لكافة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، كما أتوجه بالشكر والتقدير للسيد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة السابق لمجهودات سيادته أثناء فترة رئاسته للهيئة، والذي تم في عهده إنشاء مركز التصنيع الرقمي الذي نفتتحه اليوم. كما أرجو أن تسمحوا لي سيادتكم أن أشيد بالتعاون المثمر والناجح
بين الهيئة العربية للتصنيع والعديد من شركاء النجاح، ونخص بالذكر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها المختلفة في كافة ربوع الجمهورية، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جامعة الأسكندرية، شركة المقاولون العرب، شركات القطاع الخاص المتعاونة مع الهيئة. وإنني بهذه المناسبة أوجه تحية إعزاز وتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتشغيل لهذا المشروع، ولكل من يسهم في دفع عجلة التنمية لهذا البلد العظيم. ومن هنا، من مصنع محركات الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، نهدي هذا النجاح بفضل الله تعالى إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لمتابعة سيادته الدائمة والمستمرة والحثيثة وتشجيع سيادته للجهود التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مجالات العمل المختلفة. ونعاهد الله ثم سيادته على بذل مزيد من الجهد للتحديث والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي. امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة وتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر. توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع. فبعد نجاح مصنع المحركات التابع للهيئة في إنتاج 3 طرازات من مضخات مياه الرفع الرأسية، والتي أطلق عليها اسم كيليو باترا، وتم اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جاءت تكليفات القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع برفع الطاقة الإنتاجية لمضخات المياه من 25 إلى 200 مضخة شهرياً لتغطية احتياجات المشروعات القومية الكبرى، ومن أبرزها مشروع القرن حياة كريمة. واستجابة لهذه التوجيهات، قررت رئاسة الهيئة إنشاء مركز التصنيع الرقمي DMC لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية. المركز هو الأحدث في مصر بنظام الرقمنة الصناعية الكاملة، والتي تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات التحول الرقمي. يضم مركز التصنيع الرقمي مجموعة من مراكز التشغيل المرقمنة ماشين سنتر، والتي تصل حتى 5 محاور تقوم بجميع أعمال التشغيل من خراطة أفقية ورأسية، تفريز وثقب وتجليخ، مما ساهم في تخفيض زمن التصنيع للمضخة من 38 ساعة على الماكينات التقليدية إلى 2:20 بالماكينات الرقمية المبرمجة. حيث يمتاز المركز بدقة الإنتاج والجودة العالية وخدمة ما بعد البيع المتميزة، بالإضافة إلى أحدث ماكينات لقياس الاتزان الديناميكي للأجزاء الدوارة، بجانب وجود محطات للتجميع بطاقة تصل إلى 7 مضخات يوميا. مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات حاصل على العديد من شهادات الجودة العالمية، من بينها شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، شهادة الجودة والبيئة ISO 14001، شهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001،
وشهادة اعتماد معامل المعايرة ISO 17025. هذا وقد قام المركز بعمل العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال برمجة وتشغيل ماكينات CNC وكذلك عدد القطع المستخدمة على هذه الماكينات لإنشاء وحدة تدريب تقوم بنقل أحدث التكنولوجيات للعاملين في هذا المجال. كما تم اعتماد المركز من قبل سلطة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA كمركز تصنيع وإصلاح أجزاء هياكل ومحركات الطائرات، والذي يعطي الأفضلية للمركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. الهيئة العربية للتصنيع ستظل دائماً تعمل لرفع شعار بكل فخر صنع في مصر. الهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة في مصر. والآن مع عرض تقديمي لمركز التصنيع الرقمي يقوم بتقديم العرض اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات. بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله، صدق الله العظيم. مرة تانية نرحب بالسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الضيوف والسادة حضراتكم في تقديم مصنع المحركات. تم إنشاء مصنع المحركات عام 1960 تحت اسم مصنع 135 الحربي بغرض تصميم وإنتاج محركات الطائرات النفاثة القاهرة 200 والقاهرة 300. مصنع المحركات مملوك بالكامل للهيئة العربية للتصنيع برأس مال قدره 151.8 مليون دولار. المساحة الكلية 100 فدان 454 ألف متر مربع. يبلغ عدد العاملين بالمصنع 1840 عامل ومهندس. الأنشطة الرئيسية للمصنع سيادتك عندنا منتجات أو أنشطة عسكرية وأنشطة مدنية. العسكرية منها عمرة وإصلاح المحركات التربينية والمكبسية وملحقاتها وعمرة وإصلاح محركات الدبابة M1A1. المدنية عندنا أربع أنشطة في المدنية: تصنيع أنظمة الفرامل والسكة الحديد، تصنيع قطع غيار للشركات الكبرى اللي حصل عندها أوبسلنس في قطع غيار، فإحنا سيادتك بنعمل لها بالهندسة العكسية أو بالهندسة العكسية بنقدر نصنع لها الجزء اللي بايظ عندها ونعيد المصنع لمكان تاني. تصميم وتنفيذ مشروعات تنقيط وتحليل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، تصنيع الترمبات. دي سيادتك اعتمادات السلطات الدولية نظم إدارة الجودة، احنا سيادتك معتمدين من سلطة الطيران المدني المصري الإيكا، سلطة الطيران الفيدرالي FAA، سيادتك المصنع معتمد كلحامين دوليين. دي يا فندم تابع الاعتمادات مصنع المحركات، سيادتك احنا عندنا 16 خط عمرة المحركات مختلفة، سيادتك احنا معتمدين من المنتج الأصلي لهذه المحركات، منها على سبيل المثال شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، شركة رولز رويس الإنجليزية، شركة صفران الفرنسية وآخرين. دي يا فندم سيادتك بعض نماذج الشهادات اللي حصلنا عليها: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001. دي تابع برضو يا فندم الشهادات اللي احنا حاصلين عليها. دي سيادتك المحركات اللي احنا 16 طراز المحركات اللي احنا شغالين عليهم. دي الطائرات المركبه عليها المحركات دي، منها الطائره سي 130، الطائره الميراج، الطائره الالفا جيت، الطائره البافالو واخرين. كمان يا فندم المحرك الدبابه M1A1، عشان ده محرك تربيني فاحنا بنعمره للمدرعات، ودي الطائرات الليل اللي احنا بنعمر عليها محركاتها اللي هي ال 108 وال 117 والجازيل والمحركات المكبسيه اللي على الطائرات الهيلر والزيلن والجروب واخرين. فندم سيادتك اي محرك بيتم عليه اعمال عمره او اصلاح او تفتيش او اي اعمال بتتم عليه، بعد ما بتتم الاعمال دي يا فندم بنختبر المحرك على خليه الاختبار، بتقيس جميع اداءات المحرك كما لو كان طاير في الطياره بالظبط بحضور العميل، وبيحصل برنت لهذه الاداءات ويحتفظ به في اللوك بوك بتاع المحرك وبتاع الطياره اللي طاير عليه. مصنع المحركات يا فندم هو المركز العمره والاصلاح الوحيد المعتمد خارج كندا لمحركات الطيارات البافالو بالتعاون مع شركه
إيريو تكنولوجيا الكندية. تقريبا يا فندم حتى المركز اللي في كندا دلوقتي هم عاملينه كمركز ستاندر فقط يا فندم، لكن احنا تقريبا بنعمر لمحركات العالم بالكامل للطيارة البافالو. والطيارة البافالو دي يا فندم دي شغالة في منظمة الأغذية العالمية ومقرها زيمبابوي، واحنا معتمدين يا فندم من سلطة الطيران الزيمبابوي بتجينا وبتعملتنا كل سنة. اي طيارة بافالو بتطير في العالم احنا بنعمر المحرك عندنا بتاعها يا فندم. كمان يا فندم نفس المحرك اللي طاير على الطيارة سي 130 والطيارة على الطيارة الاي تو سي الانذار المبكر للطيارات الاستراتيجي، هو نفس يا فندم المحرك بتاع توليد المجال الكهرباء، توليد القدرة الكهربية في البترول، بنعمر لهم ونصلح لهم المحركات عندنا يا فندم اللي هو المحرك 501 كي بي. تعاون مع بعض ادارات القوات المسلحه، طبعا التعاون السابق كان معظمه مع القوات الجويه، سيادتك بنعمر لهم من 75 ل 80% من محركات الطائرات. ايضا بنعاون بعض اسلحه القوات المسلحه منها اداره الحرب الكيماويه، ده يا فندم جهاز امريكي الصنع احنا عملناه بالهندسه العكسيه وبنعمله تقريبا بنسبه 100% دلوقتي انتاج مصري، مصنع محركات 100% يا فندم. برضه يا فندم اداره الاسلحه والذخيره بنصنع لها خزان المواكس الصاروخي، نسبه تصنيع داخل مصنع محركات 100% يا فندم. إمكانيات التكنولوجية للمصنع، عندنا جميع الإمكانيات الخاصة بالتصنيع، تشغيل القطع بالسلك، القطع باللهب والبلازما، التشكيل، حدادة، جميع العمليات بتتم عندنا في مصنع المحركات يا فندم. معامل عندنا معامل اختبارات لا إتلافية NDI Non Destructive Inspection، عندنا معامل معايرة وقياسات، عندنا معمل قياس استرادة وتحليل مواد سيادتك، عندنا معامل اتزان للمعدات الدوارة على أحدث مستوى سيادتك، عندنا إحنا عندنا المكن بيوزن من نص جرام حتى 3 طن. المكنة اللي قدام سيادتك على الشمال دي يا فندم دي أحدث مكنة في العالم دلوقتي بتوزن حتى 3 طن، طول حتى 3 متر، قطر حتى 1.6 متر. كانت المصنع في المجال المدني سيادتك عندنا 4 مجالات، مجال السكة الحديد وده من سنة 1971، تصنيع قطع غيار لمعدات المصانع الكبرى اللي حصل لها اوبسوليسنت او تقدمت، انشطة المياه، تصنيع الطرمبات. بالنسبة لمجال السكك الحديدية، تصنيع انظمة الفرامل والتصادم لصالح هيئة سكك حديد مصر وشركة الماس ومصنع سيماف ترخيص من شركة كونور الالمانية بالنسبة للفرامل وشركة اكستون البولندية بالنسبة للتصادمات واجهزة الجر. سيادتك بالنسبة عندنا تصنيع وإصلاح قطع غيار متنوعة منها إصلاح توربينات، أعمدة، تروس، إصلاح أجهزة دوارة وخلافه لكبرى الشركات المصرية، مثال شركات البتروكيماويات، شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، شركات البترول وآخرين. أنشطة المياه يا فندم، احنا شغالين في أنشطة المياه بقالنا أكتر من 20 سنة، يقوم مصنع المحركات بالعمل في مجال تكنولوجيات المياه، حيث يقوم بتصميم وتنفيذ المحطات التالية: محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى 150 ألف متر مربع زي اللي في السويس، محطات تنقية مياه الشرب السطحية ساعات حتى 160 ألف متر مكعب زي جزيرة الدهب، محطات تنقية مياه الشرب ساعات حتى 2500 متر مكعب يوم، محطات تحلية مياه البحار والبر حتى 10,000 متر مكعب يوم، محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى 1000 متر مكعب يوم. دي سيادتك بعض الأمثلة أو النماذج اللي مصنع المحركات عملها وكان فيها تحدي كبير، وشرفنا بسيادتك هناك أكتر من مرة في أسوان يا فندم. دي المحطة اللي هي توسعات صرف صحي كيما 1 و2 ساعة 35,000 متر مكعب يوم، ودي كانت معالجة ثلاثية، دي تم تنفيذها يا فندم في 7 شهور. بعدها يا فندم خدنا محطة جزيرة الدهب، ودي برضو كان تحدي، كان المساحة المتوفرة تقريبا هناك فدان وكان مطلوب يقام عليها محطة 160,000 متر مكعب يوم، عملنا الأول 80,000 متر مكعب يوم في سنة والتانية في 6 شهور سلمناها ابتدائي وشغالة بالكامل دلوقتي وفي طريقنا لتسليمها النهائي يا فندم إن شاء الله. من الأمثلة برضه يا فندم محطة المياه أبو كبير محافظة الشرقية ساعة 35,000 متر مكعب يوم. برضه يا فندم سيادتك مصنع المحركات والآر إن دي والهيئة العربية للتصنيع سباقين بإدخال تكنولوجيات جديدة لمصر، الألترا فلتريشن دخلت في صناعات المياه المعبأة من التسعينات، ولكن بالنشاط الصناعي مصنع المحركات الهيئة العربية للتصنيع هو اللي دخل النشاط ده يا فندم كنشاط صناعي، وكانت أول محطة تتعمل كانت في قرية الإبراهيمية بالشرقية، كانت تاني محطة تتعمل في قرية اللراق محافظة الشرقية 26,000 متر مكعب 26,000 متر مكعب يوم، وتم تفنن في 6 شهور وعلى مساحة ربع فدان فقط. بعد كده يا فندم توسعنا في اللي هي الكومباكت دي وأنتجنا أكتر من 30 كونتينر يا فندم. في محطة جنيفة في السويس خدت أفضل منتج على مستوى العالم لخدمة القرى الأكثر فقرا. سيادتك وحدة معالجة مياه الصرف الصحي 500 متر مكعب يوم منطقة صناعية متوبس، دي يا فندم تصميم وتنفيذ وإنتاج وتشغيل وأشرف على التشغيل مصنع المحركات بنسبة 100% يا فندم.
زي ما قلت لسيادتك يا فندم، دايما مصنع المحركات او الهيئه العربيه للتصنيع بنبحث عن الجديد في العالم في تكنولوجيا جديده اللي هي اللي باستخدام عجلات الطحالب. سيادتك احنا عندنا اكتر من 10 تكنولوجيات لمعالجه الصرف الصحي، منها الام بي ار، الام بي ار اس بي ار الاكستندد ريجن واخرين. سيادتك دي تكنولوجيا جديده بالاشتراك مع شركه وان ووتر الامريكيه، عملنا محطه تجريبيه 100 متر مكعب يوم في محطه البدرشين في الجيزه، وكان الناتج بتاعي يا فندم طبقا للكود المصري البي او دي والسي او دي كان الداخل فوق 350 والخارج كان اقل من 10، معالجه ثلاثيه طبقا للكود المصري بحضور الساده النواب. وبعد نجاحها يا فندم عملنا محطه ثانيه، دي كانت المحطة يا فندم اللي اشتغلت في الجيزة. بعد كده يا فندم دلوقتي سيادتك بنعمل محطة إهداء من الهيئة العربية للتصنيع لوزارة الإسكان، المحطة دي يا فندم 1000 متر مكعب يوم. العجلة يا فندم فول فري، مش محتاجة بالنسبة للباور كونسامبشن بتاعها يا فندم 0.2 للمتر المكعب، يعني تقريبا 20% من استخدامات الكهرباء، يعني دي يا فندم تصلح في الكرة والعزب والنجوع والكفور لحياة كريمة، لأنها بتبدأ من 100 متر مكعب يوم حتى 2500 متر مكعب يوم. دي مش محتاجة عمالة، طبعا سيادتك عندنا في الكرة والنجوع مفيش العمالة المالية، مش محتاجين عمالة ماهرة لأن مفيش صيانة خالص. دي يا فندم الفري بتدور حر، مش محتاجه بلورات، مش محتاجه ميكانيزمات، مش محتاجه اي حاجه خالص فيها. العمر الافتراضي للبقر ده يا فندم 50 سنه. ان شاء الله يا فندم هنعممها باذن الله بعد اذن حضرتك على الكفور والنجوع والعزب، وهيكون نسبه التصنيع المحلي 70% يا فندم. التصنيع المحلي للترمبات، وده حديث اليوم، في ضوء توجهات القياده السياسيه بتعميق التصنيع المحلي اقامه الهيئه العربيه للتصنيع مصنع المحركات باتخاذ الاجراءات اللازمه لتصنيع مكونات محطات المياه والبدء في تصنيع طرمبات الرفع الراسيه. بالتعاون مع احدى الشركات الاوروبيه العامله في صناعه الطرمبات تم نقل حق الملكيه الفكريه لطرمبات الرفع الراسيه، وتم مراجعه الرسومات الهندسيه ومنحنات الاداء الخاصه بالطرمبات، وعمل بعض التعديلات لزياده العمر الافتراضي للطرمبه، وتم اطلاق اسم كليوباترا عليها. تم عمل المسبوكات في المسابك المصريه، تم تصنيع الفيكتشر او مهمات التجميع الخاصه بتجميع الترمبات، تم تشغيل وتجميع الترمبه بالكامل في مصنع الروكات بنسبه 100%، تم اختبار الترمبه في معهد بحوث الكهرباء والميكانيكا ومعهد بحوث الهيدروليك التابعين لوزاره الري، تم بعد كده اعاده الاختبار في حضور اداره الاختبار بالهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم اعتماد الترمبات. كانت اول باكوره يا فندم توريد 4 ترمبات رفع صرف صحي في محافظة هنا. بعد كده يا فندم وردنا 6 ترمبات لعدد 4 محطات في محافظة مرسى مطروح في 2019. بعد الاثنين باتش يا فندم صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهيئة الهندسية بتاريخ 9/7/2020 بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه وعضوية الكلية الفنية العسكرية لتقييم منتجات الهيئة العربية للتصنيع من الطرمبات. بتاريخ 1/2/21 قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشكيل لجنة برئاسة اللواء دكتور مهندس إبراهيم صالح مصطفى وعضوية الكلية الفنية العسكرية مكتب الاستشارات الهندسية إدارة المياه إدارة نظم المعلومات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. اللجنة يا فندم قامت اللجنة على الاطلاع بالرسومات التصميمية والتصنيعية، مناقشة مهندس المصنع في خطوات التصنيع، المرور على المصنع ومتابعة عمليات التحليل للمسبوكات بالمعامل الخاصة بها، حضور عمليات التشغيل والتجميع، مراجعة تقارير الاختبارات وشهادات الاعتماد، زيارة أحد المواقع التي تعمل بها الترمبات مرسى مطروح. تاريخ 23/2/21 قامت اللجنة بقياس معدلات الأداء وطبق الكتب الفنية لهذه الطرازات وسؤال العاملين بالمحطات، وكذا رئيس الشركة القابضة لمرسى مطروح في مشاكل هذه الترمبات من حيث التركيب وكفاءة التشغيل، ولم ترد أي ملاحظات. وكانت توصيات اللجنة اللي رفعتها للسيادة الرئيس الجمهورية وصد عليها هي كالآتي يا فندم: نجاح مصنع المحركات بإنتاج طرمبات طرد مركزي تستخدم لأغراض الصرف الصحي، تصرف من 50 ل 500 لتر ثانية ورافع حتى 60 متر مرحلة واحدة، والتي تعمل في مجال الصرف الصحي بمكون محلي يصل نسبته إلى 78% بالإمكانيات المتاحة حاليا دواتها يا فندم بطاقة إنتاجية 2 مضخة يوميا. وكان من مقترحات اللجنة اللي تم التصديق عليها قيام مصنع المحركات وتقديم مقترح لإنشاء خط إنتاج كامل للمضخات بطاقة إنتاجية 200 مضخة شهريا، وده اللي سيادتك عملناه، تقديم مقترح لإنشاء منصة اختبار معدلات الأداء للترمبات المذكورة، وسيادتك جاري إنشائها بمصنع المحركات دلوقتي يا فندم. دي شهادة يا فندم من الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه صرف صحي مرسى مطروح.
سيادتك اللي على الشمال دي يا فندم كان اثناء وجود اللجنه من سنتين، الشاهد يا فندم الشهر اللي فات دكتور بريم خالد بيقول ان الترومبات دي مركبه عنده من 3 سنين وبتعمل بحاله ممتازه وجيده، وبيشكر في خدمه ما بعد البيع سيادتك اي ترومبه بتعطل عنده احنا مسافه 5-6 ساعات لمرسى مطروح بنكون عنده يا فندم وبنحل العطب. بناء على توصيات اللجنه المشكله من رئاسه الجمهوريه بزياده الطاقه الانتاجيه من الترومبات تصبح 200 ترومبه شهريا، تم انشاء مركز تصنيع رقمي DMC ديجيتال مانيفاكتشر سنتر، تم الاستعانه بمكتب الشاري وقسم الانتاج بكليه الهندسه جامعه الاسكندريه لتحديد الماكينات المطلوبه بعد المعاينه، تم انشاء المركز على مساحه 3500 متر مربع تكلفه استثماريه 230 مليون جنيه مصري. المركز يتوافق مع مطالب التحول الرقمي والثوره الصناعيه الرابعه، تم توريد وتركيب خطوط الانتاج بالتعاقد مع كبرى الشركات العالميه DMG موري وشنك. المركز يشتمل على اقسام للبحث والتطوير والتصميم. الطاقه الانتاجيه للمركز من ترومبات المياه 200 مضخه شهريا. دي يا فندم حسابتك المركز عندنا فيه 13 مكنه، اول مكنه يا فندم دي مكنه تشغيل دي ماشين سنتر 5 محاور بتعمل في الافق والراكسي. المكنه الثانيه مركز تشغيل 4 محاور بتعمل فريزه وخراطه افقيه، في مركز تشغيل 4 محاور خراطه. دي يا فندم النماذج اللي ممكن نشتغلها في المكن الجديد الايروسبيس او الافيجن، التول اند مولد ميكنج اللي هي الباترنز او الارانيب، الميكانيكال انجينيرنج، الانرجي تكنولوجي، ودي يا فندم صناعات جديده زي سيادتك الجزء ده ما كانش ممكن نصنعه قبل كده، ده الامبلر بتاع التربينات اللي شغاله في الغازات، دي يا فندم كان بتعطل في احد المصانع، كانوا بيجيب التوربينه دي يا فندم من الصين بحوالي 11000 دولار وكانت مده التوريد 6 شهور كانت بتصل ل 11 شهر وسنه. احنا سيادتك بنصنع الامبيلر ده اللي هو بتاع التوربينه دي في 3 ساعات دلوقتي يا فندم. دي بعض المكنات بالمركز. ده سيادتك مشغوله اللي هي الكيسه بتاع الترومبه الكبيره ال 250 500، ده كده يا فندم المكنه نفسها بتختار العده اللي هتعمل بيها تقب. دي يا فندم مكنه خامس دي بتغير العده ثانيه يا فندم علشان تعمل اراوز مكان التقب. سير العده للمكنه يا فندم بيحتوي على 63 عده. المشغوله دي يا فندم كانت بتاخد على المكنة التراديشن 38 ساعة على 7-8 مكنات، النهاردة يا فندم بنعمل المشغولة دي على مكنة واحدة وبتثبيتة واحدة وفي 2:20. عملت يا فندم تقب وألوظة رأسية وبتعمل دلوقتي أفقية. المكنة يا فندم هتغير العدة للمرة الرابعة في خلال 1.5 دقيقة وهتعمل خراطة عميقة في جسم الترومبة. تغير العدة يا فندم وهتعمل سقب عميق للترومبة أو للكيسة. كل مكنة يا فندم فيها اثناء التشغيل يا فندم في دبل تشينج ماكت الناحيه الثانيه بنكون جهزنا المشغوله الثانيه بتخش عليها. دي يا فندم خلصنا المشغوله الاولانيه، المشغوله الثانيه بكوريك بيت مفيش ويست تايم خالص. دي يا فندم الترومبه اللي هتبقى جديده ان شاء الله بعد نجاح مصنع المحركات في تصنيع ترومبه الرفع الراسيه ونجاحها لمده 3 سنين في المحافظات. النهارده يا فندم انتجنا الترومبه اللي هي السبليت كيس او المنشطره دبل ساكشن بتصرفات من 200 لتر ثانية حتى 1000 لتر ثانية برفع حتى 90 متر، وهي مجهزة يا فندم للاختبار، وفي حالة نجاح الاختبار إن شاء الله هنعتمدها ونعممها إن شاء الله يا فندم. شاكرين جدا يا فندم، أي أمر يا فندم.
استاذن سيادتك يا فندم في افتتاح مركز التصنيع الرقمي.